السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام، أهلا وسهلا. طبعا اليوم عندنا ضيف أحد مشاهير السوشيال ميديا، ضيف له جمهوره، له محبينه، ضيف اشتهر من كلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات وما شاء الله، يعني طلع بشيء ما شاء الله بالعلالي على قولتهم. تتوقعون من معانا شهير السوشيال ميديا أبو رغد الرغدي. مرحبا متابعين، أبو زياد ويا هلا ويا مسهلا، معكم أبو رغد الرغدين 511، وقالت الهيلة أقدم، والله أقدم. حياك الله يا أبو رغد، وشرفتنا ونورتنا في منطقة القصيم، وأنتم شرف طال عمرك، الله يعطيك العافية. طبعا راح أعرض لكم بعض مقاطع من أبو رغد الرغدين بداية الاشتهار، وارجع لكم. خلينا. أنا أبو رغد الرغدين عتيبي 511 الروقي، أبو رغد الرغدين كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. في ناس يتحدون، يعني يتحدون أبو رغد الرغدين عتيبي، يقولوا انا بس اتحداهم، انا فيه شرطة بين منهم، ما اقول فيه مقصور، بس اتحداهم تحدي، اتحدى واحد يمشي مع النفود 190 بكنا ابو رغد الرغدين، والله لامشي 190، وانا لو قالوا لي الهيلة هقدم، والله لا اقدم، وانا ولد روك وافتخر على بالحرام لا اقدم، وما دام الهيلة معي والله اني لا اقدم، وانا ولد روك 511 برغد الرغادين كل عام وأنتم بخير وصحة. أنا بيني وبينكم ما أقول في الناس قصور ولا أقول فيهم شيء، بس أتحداهم تحدي، أنا ما أحب التفحيط، تفحيط ما أبغى التفحيط، تفحيط مهم لي، رجال كبير طال عمرك ورجال محترم وكريم وحشم، بس أنا في الأسباك والله أعطني موتر من المواتر، وشوفون إن ما مشيت 190 تراني ماني أبو رغد الرغدي العتيبي 511 هيت وانا الهيلة. خلينا نمشي، شايفة شعيري عمها وحياة عيونك، بس انت شد لي حيلك شوي، قلبي مو مطمئن لك، ان شاء الله فكرت حالك حلمي عن حق وحقيقي. روح روح. مين؟ أنا أبو رغد الرغدين العتيبي 511 الروقي، أبو رغد الرغدين. هلا أبو عزيز، يلا حيو، شعلومك؟ شخبارك أنت؟ والله تمام، أخبارك أبو عزيز؟ يا هلا والله سهلا. أنا أبو رغد الرغدين الروقي 511، وانقالت الهيلة هقدم، والله لقدم وأنا ولا يا أخو، ما رقدت أنت، ما راح تمجي؟ ما أروح أنا كل مكان تطلع لي أنت شوي عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني المشاهدين الكرام، حبيت أسوي مغامرة سريعة في بيت مهجور لكنها جديد نوعا ما. اللي عرفه أنا أنه راعي البيت بناه ولا كمل، ولا أدري وش السبب اللي خلى البيت مهجور ما يكمل، ما أعرف. كما تشاهدون شوفوا، هذا هي الأغراض، وهذه غرفة النوم، والسرير مهجور ولا يمكمل، يعني ترمي أثاثة كله مهجور، شوفوا كما تشاهدون ناظروا. لكن له قصة البيت، لكن ما أعرف أنا إيش قصة البيت صراحة، والله ما أعرف، والله ما وسعت. الدولاب جميل جدا بعد ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أنت أبكانا أبو رغد الرغدين الروقي 511، وانقالت الهيلة هقدم، والله هقدم حتى بالبيوت المهجورة. لا إله إلا الله، ورانا أبو رغد، ده مو معقول. من جديد ضيفنا اليوم أبو رغد الرغدين. مرحبا مسهلا فيك ومتابعينك ويا هلا. أهلا وسهلا أبو رغد. أبو رغد أنا حاب أطلب منك، تفضل، وأنا عارف أني أحرجتك. لا عادي، أنا أبغى منك البطاقة الشخصية، من هو أبو رغد الرغدين خلف هذا الاسم أبو رغد الرغدين؟ أبو رغد الرغدين الروقي 511 هو أنا. نبغى الاسم الثلاثي، يعني مصمم باسمي. مصممين بس الاسم هذا ما يطلع الا، ما ادري يعني، ما انت معطينا الاسم. والله ودي ها، واسمي اسمك شرف والله. والله انت مشرف. اسمي بحرف العين.
واللي يجي بعد. طيب نقول عبد المجيد ما ودنا نتوه المتابعين، عاد اللي يجيبه ويحله وطال عمرك وسجل رقمه عندك وله نشر مني انا 0533066 1 8. اللي يجيبه يطول العمر له نشر مني. طيب انا ممكن اشارك معهم والله؟ انت شارك، انت خوي معي معلم في اسمي. عادل الأمانة والله إني ترى ما عرفت اسمه إلا تقريبا يمكن من قبل يومين، لكن راح ألح عليه ثاني مرة وأقول له يعطيني الاسم، الاسم الثلاثي أبو رغد الرغدين 511. الله يسعدك. طيب حبيبي أبو رغد، بداية اشتهارتك أبو رغد والله عام كم؟ والله لها تقريبا يمكن لها 7 سنوات وما بدت إلا قبل سنتين. مقطع سويناه فكاهي وضرب صراحة. حلو جميل. أنا أبغى القصة أبو رغد الرغدين، أبي القصة اللي كانت موجودة وقصيتها علينا. القصة سلمك أيه؟ الله وانت سالم إن شاء الله. تسلم وانتم متابعينك. القصة يا طول العمر جيت في مزاين الهيلة. إيه ونعم ما عليك متين ونعم. عند الدوادمي عند العبلة حقت المحمدين. جيت أنا ومعي فهد كان صغير. إيه هالولد فهد ما شاء الله. ولا والله هلقى ناس ينشرواك شرواك الطيب والمتابعين. والله ما اعرفهم بس ناس انكفوا مدرس وما يعلمونا عاد عرف قحاطين وعتبان ودواسر لهم ونعم الله بالقمعات. قالوا انا هاك الايام طالع على على الواتساب صراحه يتوك بادي بالواتساب. ايوه بادي بالواتساب ومعي موتر جديد خبر الهيلكس. حلو على قولتهم 2012 هم يحبونها كذا. اي 2012 الله الله هذه بداياتك بايامها بعد بايام. حلو وش صار؟ صار يا طول العمر والسلامة. ايه قالوا انت برايح صوروا معي. قلت ليه؟ قال يا ولد هن قانصين وكاشتين ذابحين لهم طلي فالعبلة. هذه البداية قبل الاشتهار قبل الشهرة. هذه قبل الشهرة قبل الشهرة. ايه المهم يا طول العمر والسلامة تغدينا صلينا صلاة العصر. عاد وقت صلاة العصر رجع ركبت له والله هلق حطاني. قال ابو رغد الرغدين ما هو بلي صراحة مو ومجه الخوي اللي قال يا عصيمي قال ها قال اسمع أتحداك تمشي مع النفود 190. الله هذه البداية العبلة يعني ما هي العبلة أنا خابزها وعاجنها وعندي موتر وعارف عبلة ما هي بنفود كذا سطح ما شاء الله. قال والله العصيمي يا أبو قحط أنا ما أقدر أمشي 190. ايه انتم مجلس مجلس جالسين وقتكم كان صيف ولا شتاء؟ لا فوقت شتاء يعني إيه وقت شتاء وقت شتاء. طيب ابو رغد ممكن ناخذ فاصل ونرجع لك. حياكم الله يا مرحبا ورجعنا لكم من جديد مع ضيفنا هذا اليوم ابو رغد الرغدين. يلا حبيب. مرحبا بكم. المهم حبيبي الله يسعدك سم تحدى وقلت لا بالله خل الرجال على الجنب انا اللي اتحداك ابو رغد الرغدين. المهم التحدي على 3000 صراحة. وش معنى ابو رغد رغد؟ كان عندك يعني طفله اسمها رغد وقت ذاك الوقت ولا بنت رغد؟ ذاك الوقت كان عندك رغد. الله يخليك الله يخليها لك. وكملها واحد مقاطي موجود اسمه ماجد زيد المقاطي. ايه كملها قال بدل ابو رغد الرغدين بدل ابو رغد مخليك ابو رغد الرغدين. طيب حلو صارت ابو رغد الرغدين ابو رغد الرغدين. طيب كيف استقطاب الفيلم المشهد اللي المشهد طال عمرك كنتم متابعينك المشهد يا طول صار تحدي عاد قال انا القحطاني وجاء الدوسري جاء الدوسري جاب 170. يا انتم طلعتوا؟ طلعنا ايه تحدي. حلو ركب اخوه القحطاني معي. قال ابو رغد بركب معي. قلت اركب. انا ما اعرفهم صراحه. ما تعرفهم؟ ما اعرفهم اول مره. المهم يا طول العمر تعرف خلا سحره ايه تعرفت عليهم فالخلا. المهم يا طول العمر واركب الهلي ابو رغد الرغدين 190 على الفصلة معي القحطاني. معك القحطاني؟ القحطاني خوينا 130 او 120 بعد. حلو ما جابها. امطيري 160. ابو رغد الرغدين على الفصلة 190. طيب ابو رغد يعني من اللي كان ذاك الوقت معك ويصور راكب؟ لاني ما دريت انا القطوه المقطع القطوه بايام يعني بايام عبد الله الله يرحمه يوم كان الملك عبد الله. اي والله رحمه الله عليه الله يرحمه الله يرحم الملك. وهي ضحكه يا ولد تهزعوا فيها ويوم جوه حتى الشايب قال يا ولد. اي لا انا ابغى ابو رغد انا ابغى بدايتك يعني كان معك واحد ويصور عشان يوثق انك ماشي 190.
على الطبلون. لا والله على الطبلون معي، كان يصور على الطبلون معي معي. لا انا شفت مقطع لك يوم تقول انا ابو رغد الرغدين عتيبي ايه معي واحد ايه وتحدى معي هو اللي يوثق القحطاني هي. اللي يصور وقال ابو رغد الرغدين، وقلت انا يوم نخلص المقطع ما دريت صراحه انه يطلع المقطع ايه؟ قلت انا ابو رغد الرغدين الروقي 511 وانقالت الهيله العصيمي خويي ايه؟ اقدم والله لا اقدم حلو، وما اتحدى القبائل، كل القبائل ونعم ما فيها مقصود. انا ذكرت القبائل العوائل كل القبائل ونعم ونعم، بس اتحدى واحد يمشي مع النفود 190 اب كان ابو رغد الرغدين والله نمشي 190. هذه كانت الشرار الانطلاقه الاولى. ما دريت لو والله اخذت يمكن 4 سنوات لو والله المقطع يا ولد ما انتشر. يعني المقطع ما انتشر الا بعد 4 سنوات. بعد 4 سنوات هاها يعني ذاك الوقت. طيب وين كان موجود المقطع يا اخوي؟ كان في قروب وما قروب حافظينه، حافظ القحطاني، حافظ القحطاني عنده الله اكبر. ايه الله اكبر. فهذه كانت بدايه انطلاقه ابو رغد الرغدين. هذه بدايه انطلاقه ابو رغد الرغدين، قالت العالم كله اقدم اقدم ما شاء الله. طيب ممكن نستوقف علشان الاذان ونرجع لك يا ابو رغد الرغدين. مرحبا مليون، رجعنا لكم متابعينا الكرام، اهلا وسهلا ويلا حي مع ضيفنا هذا اليوم ابو رغد الرغدين اللي اشتهر في ابو رغد الرغدين 511 والله انقالت الهيله اقدم والله لا اقدم ولا اضرب حي من يقدم. كافو والله، توفك الطيب يا ابو. طيب ها ابو رغد، قلت لي كانت هذه البدايه انكم كنتوا طالعين في عزومه. الله الله وكان... لا انا في الصدفه، انا جيتهم في الصدفه. اجيتهم بالصدفه هم يعني. اللي طالعين وجيتهم في الصدفه، انا طالع المزارع، فرع المزارع، رايح المزارع. وجلست، وهذه كانت بدايه ابو رغد الرغدين. هذه بدايه ابو رغد الرغدين والسرعه اللي يقول لك، وتخليت السرعه 190 طبعا ما هو على نفود. طيب ابو رغد، احنا شفنا لك مقاطع باليوتيوب كثيره كثيره، وخاصه يعني مع ناس لهم اسم بالسوشيال ميديا او بالتواصل الاجتماعي عامه، قاعدين يطقطقون على ابو رغد الرغدين وابو رغد الرغدين يعيد لهم. هل هي هذه اتفاقيه ام هذا بينكم الطقطقه هذه؟ نعم، في انا شفت بعض المشاهير بدون ذكر اسماء يعني شفتهم انهم يعني يطقطقون على ابو رغد الرغدين بالتواصل الاجتماعي. إيه هذه هل هي اتفاقيه بينكم؟ مثل خلينا نقول مثل ابو ملوح او ابو ايه اتفاقيه هي الله اتفاقيه يعني يعني تمزح يعني معهم. كلهم يستاذنون منك يا ابو رغد. ايه طقطق عليه ويطقطق عليك عادي يعني من حب ابو رغد جمهوره واخلاقه الجميله والحلوه يتواصلون معاه ويقولون ترى نبغى يا ابو رغد احنا نطقطق عليك مثل ابو فهد المجرم. ابو فهد المجرم السوشيال ميديا سناب يقعد يعني يطقطق على ابو رغد، تراه كان وقتها مستاذن من ابو رغد الرغدين. يعني هذا هو كلهم مستاذنين، كلهم ما في واحد كلهم يقولون لك يا ابو رغد ترى بنطقطق. قلت طقطق خلاص. ما شاء الله. طبعا ابو رغد الرغدين ضيفنا لهذا اليوم اشتهر في كلمه انا ابو رغد الرغدين العتيبي 511 والله قالت الهيلة هقدم لقدم. وطيب أبو رغد الرغدين، أنا مصمم أنا والجمهور أن نعرف شخصيتك أو بطاقة أبو رغد الرغدين الاسم الثلاثي. أنا عبد الرحمن بن شقير بن محمد أسعد العتيبي الروقي. ونعم والله ونعم والله عبد الرحمن بن شقير الاسعدي الاسعدي العتيبي 511 وانقالت الهيله هقدم. ونعم، وانقال ابو زياد يقدم قدم يا حبيبي والسرعه. نعم انا ابغى كلمه اخيره منك. نعم اي السرعه الان انت كنت تتكلم تقول اتحدى اي واحد يمشي 190 وانت عارف ان السرعه الان يعني السرعه 190 هذه ربما انها خطيرة مؤدية للموت يعني. اي والله السرعة خطيرة. فنصيحتك بعد هذا المقطع؟ نصيحتي بعد المقطع هذا رباط الحزام واحترام النظام وجوالك الكشاف والسرعة 80 حبيبي لا تعداها خلاص، وجوالك معك في الطريق. انت الان تمشي الحين سرعة ما فيها خير. السرعة سرعة ما فيها خير. الله يعطيك العافية. طبعا كان هذا ضيفنا لهذا اليوم عبد الرحمن بن شقير العتيبي الشهير الملقب بأبو رغد الرغدين العتيبي 511 أقدم.